السيدة الرئيسة، القضية ديال المدونات الشغل هي قضية معقدة، ولا أدلى على ذلك من أنه الحكومات المتعاقبة لم تستطع منذ سنة تقريبا 2004 من معالجة هذا الموضوع لأسباب تقدر تكون أسباب، يعني على أي حال كاين الأسباب، وهي مدونة اللي طرحت إشكال في التنفيذ. ملي كنتكلموا مع النقابات تيقولوا لنا أنه واحد العدد ديال القطاعات ولا في شرائح من المقاولات لا تحترم حقوق شغيلة. ملي كنتكلموا مع المقاولات تيقولوا لنا أنه راه الثقل اللي علينا في التنافسية ديالنا هو ثقل كيجعل أنه من الصعوبة بمكان أن بلادنا تبقى تنافسية. ملي كنشوفوا التوجه ديال ميثاق الاستثمار كنلقاو أنه المستثمرين كيشوفوا واحد العدد من النقاط اللي داخلين في إطار يعني الترتيب ديالنا باش كيعرفوا واش يجي ولا ما يجيوش. ها هو السيد الوزير معنا يمكن نتكلم معكم في هذا الموضوع، وبالتالي المعادلة ماشي معادلة سهلة وهذا عمل جدي كنقوموا به. شنو درنا؟ أولا لأن باش نقدروا نديروا إصلاح حقيقي وهادئ وفعال لمدونات الشغل، أول حاجة خص يكون في إطار توافقي مع النقابات ومع أرباب العمل اللي عندهم إشكاليات مختلفة. أسرد من هذا ما على سبيل الاستئناس فقط الإشكالية ديال العمل الموسمي. كاين واحد العدد ديال القطاعات ومنها القطاع الفلاحي عندها إشكالية حقيقية ديال العمل الموسمي. كاين إشكاليات ديال الشروط باش تيدخلوا الإنسان يخدم والشروط باش الإنسان تبغي يخرج من الخدمة. كاين إشكاليات أخرى اللي عندها علاقة بالعمل عن بعد اللي ولات في عدد من القطاعات، وكاين ضغط كثير على الموارد البشرية، وكاين واحد العدد ديال الأمور. على أي حال اتفقنا مع النقابات وهذا هو الجديد على أن عندنا أفق أقصى ليوليوز 2023 لمعالجة شاملة لمدونات الشغل، ووفرنا أجواء الثقة مع النقابات باش نقدروا نوصلوا لهذا الهدف، وهذا الشيء ما عمره ما كان في التاريخ القريب ديال الحكومات المغربية، ونتمنوا أننا نتوفقوا. شكرا سيد في هذا المجال.